فقرتنا التالية رح نحكي فيها عن التفوق الدراسي. عندما يعتبر التفوق الدراسي هو أمر مهم جدا في حياة الطلاب، يلعب دور أساسي في تحقيق النجاح مو بس العلمي أيضا الشخصي والمهني، ويعتبر التفوق من أكثر العوامل التي تؤثر بطبعا مستقبل الطلاب وتفتح أمامهم فرص معينة في حياتهم المهنية. لنحكي أكثر عن التفوق الدراسي بصرنا يكون معنا الأستاذة فاتن خضور، وهي مديرة مدرسة المتفوقين، تحديدا مدرسة نزير نبعة. وبدي أذكر بس هيك معلومات بسيطة، بدمشق في 4 مدارس للمتفوقين، وتقريبا بالمحافظات السورية حوالي 33 مدرسة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير. يعني دائما بنسمع من أول ما بدأت فكرة مدرسة المتفوقين الأهالي والطلاب وبيتمنوا أنه ابنهم يدرس بهي المدرسة. خلينا نشرح هيك بسيطا، مدرسة المتفوقين هي مدرسة حكومية مثل باقي المدارس، ليست مدرسة خاصة. تمام. صحيح؟ صحيح. معايير المدرسة بشكل عام؟ خلينا نتفق بالبداية على موضوع المتفوقون. معنى المتفوق، المتفوقون هم الفئة من الطلبة التي تتميز عن أقرانها بمميزات بأنهم أكثر تحصيلاً دراسياً كمتفوق. طبعاً أنا بقول دائماً أنه المتفوقين هم طاقة كامنة بأي بلد، هم شريحة، هم قوة، حتى قوة بشرية لابد من أن يقدم لها كل ما الدعم. يلزم من التعليم المثالي حتى تمكن الاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم. وزارة التربية أخذت على عاتقها موضوع تأطير المتفوقين ضمن مدارس بحيث يتم توجيههم والاستفادة من قدراتهم في بناء وتطوير المجتمع. مدارس المتفوقين لها معايير. الطالب حكما يجب أن يكون له تحصيل دراسي معين، حاصل على نسبة 90% من تحصيله الدراسي في المدارس الابتدائية، يدخل إلى مدرسة المتفوقين عبر اختبار في بداية المرحلة الحلقة الثانية من التعليم الأساسي صف السابع أو ببداية مرحلة الثانوية. بمرحلة الثانوية الطالب يجب أن يكون حاصل على علامة 2800 فما فوق بشهادة التعليم الأساسي، يخضع لاختبار ويتم أخذ معدل ما بين علامة شهادة التاسع مع علامة الاختبار، بيطلع عندي معدل يتم أخذ أعلى المعدلات. بالنسبة للصف السابع علامة صف السادس من المواد الأساسية 90% مع علامة الاختبار، بيطلع عندي معدل أيضا يتم تسلسل حسب أعلى المعدلات والدخول إلى المدرسة. بالنسبة للصفوف الانتقالية ممكن أن يدخل الطالب إلى مدرسة المتفوقين عبر مفاضلة ملء شواغر. بمعنى ضمن تعليمات الناظمة لمدارس المتفوقين يوجد بند ينقل الطالب خارج المدرسة إذا معدل الطالب كان أقل من 85% بالمواد الأساسية. حكماً الطالب إن خرج يكون مكانه شاغر، يتم هذه الشواغر عبر مفاضلة بحيث يتم تقديم الأوراق ذاتها معدلات سنواته السابقة مع مثلاً بصف الحادي عشر. إذا الطالب ينتسب لصف الحادي عشر أنا بدي يكون معي شهادة تعليم أساسي علامات فوق 2800 مع علامات صف العاشر فوق 90% بالمواد الأساسية. طبعاً أيضاً يتم ترتيب الطلاب حسب أعلى المعدلات ويتم ملء الشواغر الموجودة في كل مدرسة. بمدينة دمشق نحن عندنا 4 مدارس للمتفوقين، نفس النظام نفس الترتيب بيتم الدخول عليها. يعني حضرتك فينا نقول هي من أي سن لأنه سن أو من أنه صف لأنه صف؟ من الصف السابع حتى البكالوريا. حتى البكالوريا. ولكن مع نهاية مرحلة التعليم الأساسي للحلقة الثانية يخرج الطالب ويعود إلى المدرسة بالمرحلة الثانوية أيضا باختبار. يستثنى فقط، يعني مو شرط إذا كان هو بالقبل موجود سابع ثامن تاسع بالمدرسة أنه يرجع. يستثنى فقط الطالب الحاصل على العلامة الكاملة بالتاسع يدخل إلى المدرسة بدون اختبار. اللي بيتم تكريمهم كل سنة. تمام، يدخل إلى المدرسة بدون اختبار. طيب، نحن بنعرف الأولمبيات العلمية بيكون للمرحلة الابتدائية. تمام. إذا طفل يعني مشترك بالأولمبيات العلمية، هل هذا الشيء ممكن يأهله أنه هو يدخل مدرسة المتفوقين ولا لا؟ لا، هي إلى اختبارات مختلفة. حاليا صدر قرار من السيد الوزير بأن الطالب الحاصل على الميدالية الذهبية في الأولمبياد العلمي يستطيع الدخول إلى المدرسة بدون اختبار وبدون مفاضلة ملء شواغر. يعني أولوية يعني. طبعا تقديرا لتفوقه، بالإضافة إلى أنه العدد فوق
العدد يعني غير محسوب على نسبة أعداد طلاب المدرسة. بمعنى أنا بحاجة مثلا 90 طالب طاقة الاستيعابية لمدرستي، 90 طالب بهذا العام فوق العدد الطلاب الحاصلون على العلامة التامة، بالإضافة إلى الطالب الحاصل على الميدالية الذهبية في الأولمبياد العلمي. أكيد. طيب أستاذة، باعتبار حضرتك مديرة مدرسة، وأنا بعرف المدراء المدارس أيضا بيتم اختيارهم، يعني ما بيتم اختيارهم بالهيئة كمان، بيتم بتحصلوا يمكن لفحوصات معينه وايضا تقييمات معينه، لازم يكون سجل معين، فهي المدرسه متكامله الى معايير مختلفه. هذا المعيار اللي بدنا نحكي فيه اللي هو معيار التفوق، اليوم كيف بينقاس معيار التفوق؟ انا اذا حبيت انه ابنائي يكونوا من المتفوقين، كيف بقدر ادخل هذا المعيار ضمن التعليم اذا فيني؟ تمام. هلا مدرسه المتفوق، خلينا نتفق بالبدايه، هي مدرسه حكوميه. يبقى العمل الذاتي، فريق العمل الموجود داخل المدرسة. طبعا الطالب بعد ما دخل إلى المدرسة نتيجة اختبار أو بمفاضلة ملء الشواغر، يتم العمل على هذا الطالب طبعا من قبل فريق العمل ككل، بدءا من الإدارة إلى الكادر الإداري ثم الكادر التدريسي. طبعا نحن ككادر إداري مكونين مثلا من الإدارة، الإرشاد النفسي، الأنشطة اللاصفية، التوجيه، الكل يعمل من أجل هذا الطالب المتفوق. ايضا يتم العمل من قبل الاداره بالتعاون مع مديريه التربيه والتوجيه الاختصاصي لاختيار المدرسين الكفء القادرين على مواكبه عقل طالبنا المتفوق، بحيث ان انا ما اعطي معلومه مجرد معلومه لحتى ان الطالب يحفظ وانتهى. انا عندي طالب مبدع، عندي طالب مميز، فانا مفروض اني انا قدر الامكان حاول انهض بهذا الطالب، نمي عنده البحث، الاستكشاف، القدرة على الإبداع، القدرة على الابتكار بكل المواد. ما بيكفي أني أنا طالب والله أعطيه المنهاج كمنهاج بحيثياته البسيطة، لا، أنا هذا الطالب قادر أنه أنا أعطيه معلومات إضافية، ونحن عندنا حصص إثراء لتغني المنهاج بحيث الطالب يبحث، يبتكر، يبدع. وكثير عندنا طلاب أبدعوا ببعض المجالات علمية أو فنية طبعا وفق متابعة مدرسينهم. بالنهاية أنا في عندي تحصيل علمي، الطالب المتفوق لابد أن يكون أيضا تحصيله العلمي عالي، حكما طلابنا المتفوقين تحصيلهم الدراسي أعلى من أقرانهم بباقي المدارس، وهذا نتيجة تعب مدرسين ومتابعتهم وضخامة ما يمكن أن يضخ لهذا الطالب القادر على استيعاب كل جديد وكل ما هو أكبر أحيانا من عمره. الدليل على هيك هو نجاح طلابنا بالأولمبياد. الأولمبياد العلمي بيعطي معلومات أعلى من مناهجنا، صحيح، من مناهجه كصف دراسي، وبالتالي الطالب قادر على استيعابها، قادر على أنه يبدع فيها وينجز وينجح وياخذ شهادات فيها. فبالنهاية إحنا عم نشتغل كفريق إداري وتدريسي مع الطالب، تبقى عنا العلاقة مع الأسرة ضروري التشاركي بين عمل المدرسة والأسرة، لحتى ما يكون العمل منفرد لابد من أن تكون مواكبة بين المدرسة والأسرة. توجيه الأهل، كيفية التعامل مع الطالب المتفوق، كيفية تكريس بعض المفاهيم العلمية عنده، توجيهه بالشكل الصح لمتابعة مع مدرسينه، نظام غذائي مثلا، راحة، تشجيع دائم، كل شيء بده يكون كل شيء بيرتبط بالتشارك مع بعض الأهل. طيب أستاذة، وقفت هيك عند كلمة حضرتك قلتيها، تعليم ذاتي ومهارة ذاتية عند البعض، وكثير الناس بتسأل يا ترى هن بياخذوا منهج غير اللي المنهج اللي نحن بناخذه بالمدارس العادية؟ لا، مناهجنا في مدارس المتفوقين نفس مدارسنا الحكومية، يعني أنا بصف السابع نفس مدرسة المتفوقين عم يدرسوا. تمام. المميز فقط هو توجد حصة إسراء إضافية للمواد العلمية مثل مراجعة مثلا؟ لا، ليست مراجعة، وإنما هي إغناء للمادة العلمية، بمعنى الأستاذ حر بحصة الإسراء أن يحضر موضوع معين يزيد عند الطالب معلومة، يغني ما في المنهاج، تدريبات توسع أفق الطالب، هي حصة الإسراء. يعني أي طالب اليوم ممكن يكون موجود إذا قدر أنه هو يحافظ على نسبة التفوق والمعايير اللي حضرتك حكيت عنها بالبداية، ممكن يكون هو طالب موجود بهيئة المدرسة. فخلينا نحكي اليوم انه هذا الدرب ما نو صعب عن اي حدا ابدا، ولا تتدخل فيه اي ظروف خارجيه. عند البعض الواسطه فوتته كذا من هي الاحاديث كثير، قديش في دقه
بانه نحن نكون فعلا عاطين فرصه للجميع بشكل متساوي لانه يكون موجود ضمن مدرسه المتفوقين. تمام. هلا هو الاختبار مؤتمت، اختبار الدخول الى مدارس المتفوقين مؤتمت، حتى الدخول الى مفاضله ملء الشواغر توجد لجنه، وهذه اللجنه ايضا نرفع الاسماء الى التربيه، كمان لجنه ثانيه تتابع وتدقق في العلامات. الاقاويل يعني كثيره فحص البكالوريا. بغض النظر عن هاي الاحاديث، الطالب اللي مستواه الدراسي او تحصيله الدراسي باهله لا يدخل للمدرسه بيدخل بغض النظر عن اي شيء ثاني. يعني الثقه بنفسه هو اللي بخليه. وبرجع وبقول ما بيعني فقط انه وجود مدارس متفوقين معناها بمدارس ما في متفوقين، لا. صحيح. مدارسنا غنيه سواء على امتداد الارض السوريه، مدارسنا غنيه بالمتفوقين. بيبقى انه انا الطالب راغب اني ادخل الى هذا المجال، تابع ويكون عندي هاي المنافسه الحلوه بيني وبين زملائي، وبين اني انا ماني رغبان بوجودي بهالمكان. هي بترجع حريه شخصيه. احيانا الطالب وقت اللي انت بتفرضي عليه وجوده بجو من التنافس يرهقه يتعبه، وبالتالي بيحاول يبعد. لا، خليه على راحته. اذا هو عنده الاستعداد فانا بساعده بعينه بطوره. اما الطالب اذا ما عنده رغبه فحرام اني افرض عليه. وين ما كان محطوط رح تطلع نفس النتيجه يعني. تمام. طيب خلينا نحكي اليوم كمان، بينحكي عن الاسئله والنماذج اللي بتتقدم، هل دائما بيتم في تطوير لهي الاسئله والنماذج لحتى كمان نعمل عمليه تطوير للطالب؟ صحيح. نفسه ما يضل على نفس المستوى. طبعا طالب متفوق ما بيصير اني انا اعطيه ادنى من مستوى. صحيح. طب ما انا قدامي عقل مبدع بستخفي وقت اللي انا بعطيه شيء اقل تقليدية اقل مثلاً من مستواه، فانا عم بستخف بقدراته. لكن انا وقت اللي بعطيه ما يحفز عنده موضوع الابداع، موضوع اني انا نافس، موضوع اني اتحدى بالاسئله، فانا معناها عم طور عنده شيء. وبالتالي حكما مدرسينا قادرين دائما يعطوا ما يوازي قدراتهم العقليه، او يعطيهم موضوع التحدي اني انا اعطيك اشياء اصعب لحتى اتحدى واني اقدر اوصل. ولهيك احيانا بنلاقي بعض الاهالي خارج المدرسه بيقولوا والله انه والله طلاب بغير مدرسه ما عرفوا يحلوا نموذج اسئله مدرستكم. ما هو السبب وين؟ اني انا هذا الطالب حقه، طالما هو مبدع وعنده الامكانيه ليش لحتى ما اعطيه ما يواكب عقله او تحدي للاكثر؟ اما اني قلل من قدراته فانا عم بظلمه. حقه ياخذ المستوى المناسب له. وبقول كمان مدرس عم يتعب. طب انا المدرس عندي عم يشتغل وعم يتعب وعم يعطي، فمن حقه يشوف نتيجه تعبه مع طلابه وفق امكانياتهم ووفق قدراتهم، لا استخفاف ولا زياده لدرجه اني انا كمان اني اعطي كمان فوق كثير من طاقاتهم، اكيد لا. ولكن كل مدرس قادر انه يعرف مستوى طلابه لحتى يقدر ينمي عندهم حب الابتكار، حب الابداع، التحدي، هي المنافسه الحلوه اللي بتظهر بين الطلاب، هي اللي انا بسعى لها بوجود طلاب جميعا متفوقين ضمن بيئه تسعى الى تطويره. طيب خلينا نحكي شوي عن تفاصيل المدرسه من الداخل. مثل ما قلتي حضرتك المناهج هي نفسها، المنهاج اللي بياخذوه ان كان بالمدرسه المتفوقين او بالمدرسه العاديه. نيجي على التوزيع الصفي، نيجي ايضا على الاساتذه، هل بيختلف الاستاذ اللي بيعطي بمدرسه المتفوقين عن الاستاذ الثاني اللي بيدرس او لا هو نفس ما في فرق؟ طريقة أدائه يمكن هي ممكن يكون بتأثر. توزيع كم صف، يعني قصدي كم طالب بالصف، أوقات في بيقولوا لك والله أنا عم بضطر أحط ابني بدروس خصوصي لأنه عددهم عدد كبير. ما عم يقدروا يستوعبوا، ما عم يقدروا يمكن كلهم ياخذوا أسئلة من الأستاذ. هذا الشيء هل هي المعايير درستوها طبعا ضمن المدرسة؟ الصف أو الشعب الصفية بمدارس متفوقين تحتوي على 30 طالب فقط. فقط قد يزيد العدد في حال كان من الطلاب الحاصلين على العلامة التامة فوق العدد فقط. ومع ذلك لا تزيد النسبة عن 32، يعني ما عندنا أكثر من 32-33 يعني طالب بالشعبي، فالعدد نموذجي. طبعا المدرس نعمل جاهدين بالتعاون مع مديرية التربية والتوجيه الاختصاصي لاختيار المدرس الجدير والكفء للتدريس. طبعا نصابه كما نصاب أي مدرس في مدارس الحكومية 19 حصة للتعليم الثانوي، وبالتالي نصاب المدرس نفسه واحد بكل نفسه المدارس. يبقى ما جهد المدرس على نفسه.
المدرس الذي ايضا هذا جهد ذاتي يمكن مثل ما الطالب عنده جهد ذاتي المدرس أيضاً. المدرس يبدع ايضا مع طلابه بوضع المعلومة او باحضار المعلومة، اعطاء للطالب طريقة تنويع بطرائق التدريس عند المدرس واعطاء لطلابه، ايجاد دائما عنصر جاذب لطلابه لاغناء المعلومة، استخدام وسائل تعليمية، الاعتماد على المخبر مثلا مخبر العلوم، اي وسيلة تعليمية قادر الاستاذ انه يوضح فيها معلومته يغني ما عند الطالب فهذا امر جيد. الإدارة تتابع عبر دفاتر التحضير، عبر الوسائل التي يعتمدها المدرس، نتابع عمل هذا المدرس طبعا بالإضافة إلى التوجيه الاختصاصي، حضور لحصص للمدرس، تقييم عمله وأداؤه دائما داخل الصف، التغذية الراجعة اللي تجينا من الأهالي أيضا حول مدرس معين، أيضا رأي الطلاب ما هي همومهم مشاكلهم، إن كان في حلقة مفقودة بينهم وبين مدرس نعمل مع الإرشاد النفسي على تجاوزها أو تخطيها، وارد مثل أي مدرسة حكومية نعمل على تدارك كل هذه النقاط ضمن فريق العمل داخل المدرسة. أكيد يعني معلومات مهمة جدا اليوم من حضرتك، طبعا بدي أتوجه بالشكر لك ولكل الكادر التعليمي إن كان في مدرسة المتفوقين أو في أي مدرسة تانية، ودائما هي العملية نحن بنركز عليها لأنه تعتبر أساس بناء المجتمع. صحيح. هي مرحلة التعليم إن كان من الابتدائي إلى المرحلة الثانوية. شكرا لك ويعطيك العافية. شكرا نتمنى لأكم. طبعا أنه يزيد هذا العدد 4 في دمشق، نتمنى يزيد أكثر وأكثر عنا مبدعين وعلى أيضا مساحة الوطن. شكرا لوجودك. شكرا لكم.